برضو الرحمة حتأمنا كلنا. متواصلين معكم في الموج الأزرق، ولكن استطلاعات الشارع هي برضو حاضرة معنا، والآراء مهمة جدا اللي بنلاقيها في الشارع العام. صباح الخير أو نهارك سعيد الزميلة ولو، مرحب بك. صباح الخير على كل مشاهدينا ومتابعينا عبر استوديو الموج الأزرق عبر قناة الهلال الفضائية. تغريد صباح الخير عليك وعلى كل الزملاء تيم الخميس تيم الموج الأزرق. زيادة أسعار المحروقات وما يترتب على بعد كده من مشاكل، من آراء، من حاجات كثيرة ممكن تترتب على زيادة المحروقات. ممكن تكون في زيادة، ودي أكيدة، في أسعار المواد الغذائية، وكمان أسعار الأدوية، أسعار المدارس، أسعار أي حاجة، حتى أسعار المواصلات اللي هي البنزين زاد، الجاز زاد، أكيد التعرفة بتاعت المواصلات حتزيد. فأسعار المحروقات زادت، حتترتب على زيادات كثيرة. إن شاء الله ربنا يصلح حال البلد ويعدل الحال المايل ونمشي للأفضل. نحن من الشارع العام هنشوف رأي المواطن المغلوب على أمره ممكن يكون شنو في زيادة أسعار المحروقات. صباح الخير عليك. صباح النور. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا سمعنا أمس زاد على البنزين والمحروقات عامة، فدي كلها يعني بترجع للمشاكل للمواطن، يعني المواطن المسكين. يعني نحن بنترزق برزق اليوم باليوم، يعني من تجي تلقى اللبن زايد، المواصلات زايدة، دخلك محدود، يعني ده كله حتترتب مشاكل حتى في الأسرة. يعني رب الأسرة حيكون عنده مشاكل كثيرة جدا عشان يتحصل على رزقه، يعني ده أبسط شيء. فنحن يا ريت يعني الحكومة ذاتها تراجع قراراتها، يعني القرار صعب جدا على المواطن، صعب صعب. يعني سبحان الله، يعني احنا نقول نرفع الغلاء والوباء، يعني الحكومة جاد عشان ترفع عندنا شوية من الأضرار اللي كانت سابقة. هسه يعني احنا كل يوم في يوم في يوم زيادة، يعني النعمة شنو؟ ده سؤال نوجهه للمسؤولين. يعني زيادة أسعار المحروقات بتترتب على زيادات كثيرة، بتترتب على مشاكل كثيرة، فربنا يستر وربنا يلطف بالبلاد والعباد. صباح الخير عليك. صباح النور. شيخ الدين حمد الحسن نائب القضارف. والله حقيقة الزيادات دي يعني ما كان متوقعة، فالآن المواطن أصبح معاني. حتى رئيس الوزراء حمدوك هو اللي متكلم حتتجرب النقطة الدولي والبنك الدولي قال لا، فبالتالي الموضوع كله تغير الصراحة. يعني بقت ضغوطات أكثر من المتوقع، الناس كانت بتعاني من زيادة 2 و3 جنيه، الآن الزيادة بقت بالمئات، حاجة صعبة جد يعني. الله المستعان، بس الله يكون في عون الشعب. فالطلوع الناس طلعت من أجل عشان تغير ويكون في الأفضل، البلد ماشي لأسوء، بس زيادات يعني ما في زي المتوقعة صراحة، والشعب ما بيتحمل يعني أكثر من كده. يعني صح يراعوا للحاجة دي، واقتصاد العالم كله متشوه، أي عالم بيدمع يعني في دعم للوقود بناحية عامة، إلا السودان بقى الله المستعان. يعني الحكومة دي حكومة تجي تغير، زادت الكوم زي ما بقول الطين بلة. ما والله الناس تعبانة، تعاني أي حاجة يزيدوها. سكان عندك مريض تودي كيف؟ والناس الواحد قروش ذاته ما عندك أولاد وعندك ناس المدرسة، يعني ذاته حتى العلم ذاته بيقوا يومين يقروا 3 يوم، يعني شغلة ما والله سبحان الله ربنا يكون في العون. لكن وضع أسوأ أسوأ شديد، ونحن ذاته معرقين، حتى الواحد ذاته داير يمرق ما قادر قروش ذاته يطلعها يجيبها من وين. والله العظيم جد شغلة غايته أصلا، يعني الحال ماشي أدنى أدنى شديد. فحنتواصل معاكم من الشارع العام ونعرف رأي المواطن في الزيادات دي ممكن تكون شنو. والله رأينا أستاذة الزيادة دي بقت كثيرة علينا، يعني بقينا ما بنقدر نتحمل ذاته. والله يعني أي شيء زايد زايد، يعني الناس تعمل شنو ما معروف. هنا غايته حسن هسي أكتر رأي خدتناه، الناس بس تجي نتمي أخوان السودانيين تان نطلع زي ما طلعنا زمان، الماتوا ماتوا والهيين دي يكونوا مرتاحين. لكن احنا هسي كده صراحة كده ما بنقدر نتحمل، كل يوم زيادة بعد بكرة زيادة، هذا ال 100 جنيه بقت ب 300 جنيه و 400 جنيه، يعني والناس الشغالين ما في زول قاعد يدلين راتب. اها يعني احنا نعمل شنو؟ نسري ولا نعمل شنو؟ عشان كده الخطف بيه كثير، تزا طويلة وشنو وشنو، والحكومة قاعدة هي نايمة. وأي شيء التجار يقولوا الدولار، البصل ذاته حتى ناس السوق ذاته بيقولوا البصل بقى بالدولار. اها كيف؟ معناها هنا كده في السودان يعني أي شيء قاعدين يجيبوا من برا ما في حاجات هنا قاعدين يعملوها جوا السودان دي. لكن احنا ما قادرين نعرف الصح وين والغلط وين، احنا دارين ان الحكومه دي تكون واقفه في الكلام ده، تثبت لنا الاسعار عند التجار. احنا ما دارين حاجه اصلا، دارين ناكل ونشرب بس نكون مرتاحين، التعليم يكون رخيص والعلاج يكون رخيص. يعني هسي ما ممكن زول يمشي المستشفى يقول مستشفى خاصه معي، مستشفى الحكوميه ما شغاله الا مستشفى خاصه، والمسكين يعمل شنو؟ والله البلد يعني بتعاني من ازمات كثيره، يعني ما الا المحروقات. نحن يعني بنعاني
على مقال من كل الخدمات، يعني الخدمات الطبية من كل الخدمات. بلد والله عايشة في أزمات حادة شديدة، يعني من انفلات أمني ومن تقصير في كل الخدمات، يعني من حق الإنسان ذاته، يعني في البيئة دي ما في ذاته، يعني من موية شرب، من مواصلات، من أي حاجة. يعني بلد طاردة والله، بلد طاردة والله. يعني ونحن هسه كلنا على مقال حنغادر منها إن شاء الله، لأنه بلد طاردة ما عندنا ذاته حق الإنسان، يعني قيمتك ذاته كإنسان ما في البلد. يعني المحروقات دي كل ما مرة يقولوا يعني يخلوها حرة حرة حرة، يرفع منها ما يقدر يوفرها. يعني والله في كل الولايات، يعني ما إلا في الخرطوم، في ولاية شمال كردفان، إحنا في ولاية شمال كردفان دي كم مرة يعني يرفع يقول لك رفعنا الدعم وما تتوفر. الناس عايشة في أزمة وصفوف، بس خير العاصمة دي حبة، العاصمة ذاتها هسه فيها أزمة والله. والله تمرات أنا ده بمشي بيه السيارة بتاعتي، والله بتيم 4 أيام في الطرمة، بكون بايت يعني بخلي أسرتي، بخلي أولادي، بخلي أي حاجة بسبب المحروقات دي. يعني دي مفروض وحاجة مفروض تكون تتوفر لأي مواطن، ما في الكلام ده كله ما في. والله المواطن يعني بعاني أزمة حادة، ما إلا المحروقات والله، من كل خدمات الحياة، يعني من صحة، من تعليم، من أي حاجة بيجي تقول لك ما أعرف، سوق أسود، أي حاجة في السودان سوق أسود، سوق أسود. ويعني ما في مراقبة والله، مراقبة ما في، مواصفات ومقاييس ما في، يعني أي زول على كيف. يعني إحنا قبل فترة جينا له برنامج الفحص بتاع بردة، إنه تعمل فحص، كان الفحص ب10، فجأة قالوا المدير ما عارف شنو عملوا ب20 طوال. يعني ما في مراقبة، يعني أي زول شغال على كيفه، أي زول يزيد على كيفه، أي زول على كيفه. بلد ما فيها أمني، ما فيها أي حاجة والله، أي زول بنظرته، أي زول كلها أنا ما قال بقت عصابات وبقت ميليشيات، وأي زول أي ناس زين ما عارف دين أحزاب برامج ودين شنو، ما قادرين يعني يغيروا للمواطن أي حاجة والله. أسعار المحروقات اللي ترتبت على زيادة أمس واللي راح تصبح أو أصبحت في أسعار كثيرة زادت، إذا كان سلع غذائية، إذا كان أدوية، إذا كان مواصلات، أسعار كثيرة زادت. فممكن إحنا نعمل شنو كمواطنين؟ زيادة المحروقات بتضرر منها المواطن صاحب الدخل البسيط، صاحب الدخل البسيط هو بيتأثر، لأنه بتزيد المواصلات، بتزيد الأسعار. ناهيك عن الانفلات الأمني اللي تكلم عنه الزول قبل شوية، في انفلات أمني، في فوضى باسم الحرية. الناس دي ما جايبين خبر، لأنه المواطن بيعاني من شنو؟ زيادة المحروقات دي. زول كان قاعد برا، جا قاعد لو سألته بقول لك الدولار برا سعر الجالون بتاع البنزين برا ب$2، وهنا ما عارف الدولار ده، في ناس ما عارفين انه ذاته بسبب كم، في عصابة في السوق بتاجر بالدولار، في عصابة بتاجر بالدواء. هم اطروحاتهم شنو اللي قدموها كثورة مثلا الليلة بعد ما سقط النظام الفات، كل الشعب يشارك في سقوط النظام، ما عندهم اطروحات اقتصادية قدموها، ما عندهم اطروحة سياسية لعلاج التعليم للصحة. ده الموجود اللي الحاصل في البلد، في فوضى ده الحاصل. اذا عندك اي سؤال ممكن انا ارد برضه ان شاء الله، ربنا يصلح الحال. لكن زي ما انا قلت لك، بناء على حتترتب زيادات كثيره في الاسعار، فالمواطن المغلوب على امره ما في يده حاجه، يعني بتفتكر المعالجات ممكن تكون شنو؟ المعالجات يجيبوا ناس اقتصاديين وخطوهم ويكون في امني. اول حاجه لا في سوق اسود، انت بتجاور لك 9 دول، إريتريا دي ما فيها ولا مكنة بتدور غير المكنة بتاعت البيرة الله يكرمك، كل حاجة بتتهرب لها. تشاد جنوب السودان، المواطن ذاته سلوكه أسوأ من الحكومة، التاجر بكدس بتاع الفرن ما بيعجن العجين عشان يربح منه ربح بسيط، بيبيعه للتهريب. السياسات النادي ذاته المفروض يكون في عقاب ويكون في معالجات. المعالجات دي تجيب الإنسان الناجح والشاطر تخط في المكان. أمثال محمد هاشم عوض عليه رحمة الله في الاقتصاد، تاني ما أظن يتكرر. تجيب ناس ناجحين ومؤهلين تخدهم، وتجيب جهاز الأمن راغب. الأمن الاقتصادي ده شغله شنو؟ لأنه المواطن ذاته هو مشارك في الجريمة، بيتأثر هو المواطن أول سلبي أو إيجابي. إذا كان المواطن الليلة ذاته اللي بيبيع له مساويك داير تسأل تقول لي أخي المسواق ده بكم، بقول لك الدولار ارتفع. إن إحنا سلوكنا ذاتنا كمواطنين أسوأ من الحكام، ده الحاصل. دي كانت محطتنا من الشارع العام، ربنا إن شاء الله يصلح الحال. شكرا كل اللي كانوا معي في المحطة، ويصلح الحال يعني في أسرع وقت، عاجلا غير آجل. استطلعنا آراء كثيرة، كلها كانت للأسف آراء حزينة، فإن شاء الله يكون القادم أفضل، وإن شاء الله تكون الخطوات الجاية أفضل. خلونا مع بعض نرجع للتغريد داخل استوديو الموجة الأزرق. شكرا، وشكرا لكل الآراء اللي جاتنا من الشارع، ويمكن يعني أصحاب الدخل
المحدود، وكل الناس الحسة هي بتتجول في الشارع ومتحركة في الشارع، هي أشخاص طلعت عشان تسعى للقمة العيش، عشان تقدر يعني تقوم بكامل مسؤولياتها اتجاه أسرة واتجاه مسؤوليات كبيرة جدا ممكن هي تكون على عاتقها. بتطلع وبتلقى كل العرقلات ممكن هي تكون واقفة قدامها، وتفاصيل بتتفاجأ بها. يعني شخص ممكن يطلع من البيت عشان يركب مواصلات بسير معين ويكون شايل ميزانية محدودة اللي هو المرتب أو دخله اللي بيدخله خلال اليوم المقسم وبصورة محددة، يلقى السعر بتاع المواصلات مختلف تماما عن الحاجة اللي هو طالع بها من البيت، ناهيك عن أنه الأسعار ممكن تختلف من كل يوم، من سعر لسعر ومن حافلة لحافلة ومن هايس لهايس ومن ركشة لركشة، وكل شخص حيكون مسعر حسب ما هو عاوز، طالة ما هي الشركات برضو حتسعر حسب ما هي ترى أو حسب الحاجة المتداولة عندها في السوق من ناحية الدولار أو الاستيراد حقها للمحروقات. استقبل المكالمة. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا عليكم. السلام ورحمة الله. الله يسلمك أستاذ تغريد. مرحبا. علي من الخرطوم. مرحبا حبابك. الله يسلمك. تحية لك وتحية للتيم العام معك في البرنامج. مرحبا بك. الله يبارك فيك وكثر خيركم. يعني دائما بتناولنا يعني المواضيع الهامة بتهم المواطن. نعم.